مع انتهاء انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل وتنصيب رؤساء مجالس وبلديات، كيف تؤثر النتائج على مستقبل الرياضة في القرى والمدن العربية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي خط التماس. انتهت في الأسبوع الأخير انتخابات السلطات المحلية في معظم القرى والمدن العربية في إسرائيل، ولكن سرعان ما تبدأ مرحلة تصفية الحسابات السياسية في أعقاب النتائج. هكذا تسللت نتائج صناديق الاقتراع إلى الملاعب الرياضية المختلفة. فاتورة الانتخابات تؤثر على مستقبل الفرق الرياضية المختلفة التي تدفع أحيانا ثمن موقفها السياسي أو الحيادي، وفي بعض الحالات ولدت الملاعب الرياضية المختلفة قيادات وصلت إلى كرسي الرئاسة. كيف تؤثر الانتخابات والسلطات المحلية على مستقبل الفرق الرياضية في المجتمع العربي؟ إليكم هذا التقرير. بعد انتهاء الانتخابات في القرى والمدن العربية في إسرائيل وتنصيب رؤساء مجالس وبلديات لإدارة شؤون السلطات المحلية، يبقى السؤال: كيف تؤثر الانتخابات على الرياضة ومستقبل الفرق العربية؟ ارتباط الفرق الرياضية بميزانيات السلطات المحلية يشكل عاملا أساسيا في تصفية الحسابات بين إدارات الفرق والسلطة المنتخبة، والتي تسعى إلى الانتقام حتى تحولت الساحة الرياضية إلى نزاع سياسي بين الأطراف. الانتخابات ضرة طبعا المنفعين، على أساس معين المنفعين مبني على تبرعات مش على ميزانية من البلدية. المنافسة السياسية والعائلية في معظم البلدان العربية تولد أحيانا منافسة سياسية رياضية على أرضية الملعب. عسر الانتخابات والنزاعات العائلية يولد فرقا رياضية ترتبط في بعض الأحيان بمرجعية الفئة السياسية أو العائلية. اليوم أنا بعد ما لعبت وخلصت لعيب فوتبول، وفي نفس الفترة دي كنت طبعا أتدرب ملاكمة ولعب ملاكمة، ولكن أنا في فترة من الزمن كنت مؤيد إداري ومدير جمعية فريق مكابي كفر كنا اللي هن من الطرف الآخر، ولكن جغرافية كفر كنا هي كانت تتحتم، وعلى الأحداث المؤسفة اللي كانت قديمة وإحنا صغار هي عملت إنه يكون فريقين مكابي وأبو عيل. هاي الشغلة أنا ضدها، لأن أنا كنت لاعب أبو عيل وكنت في مدير إدارة مكابي كفر كنا في فترة من الفترات، إنه أنا ما عنديش تفرقة. فاتورة الانتخابات تقضي أحيانا على مستقبل الفرق التي سرعان ما تختفي عن الخارطة الرياضية، ثمن يدفعه الأجيال والمواهب الصاعدة. اللافت للنظر أن الحملة الدعائية للمرشحين في شتى البلدان العربية لم تطرح برنامجا رياضيا أو حتى شعارا يرتبط بالرياضة على مختلف أنواعها، ولكن فور إعلان النتائج صرح بعض منهم أن الرياضة هي على جدول الأعمال. السياسة هي ما بتفرقش بيني وبين الرياضة، بالعكس لازم أنا حبي للرياضة أني أزيد من الميزانيات ونستثمر في الرياضة. رايح أتابع بنفسي بالنسبة لفريق كرة القدم والأشبال وشباب ألف وشباب باء، رايح أدعم في كل جهدي وميزانيات ودعم معنوي وأتواجد معاهن. وفي بعض الحالات ولدت الرياضة قيادة محلية شقت طريقها من الملاعب الكروية، وقد كانت كرة القدم محطة لوصول العديد منهم إلى منصب الرئاسة. امتزاج الرياضة بالسياسة وخصوصا في ملف الانتخابات المحلية يمزق أحيانا الشباك داخل الملاعب العربية، ليتحول الملعب الرياضي إلى ساحة لتصفية حسابات بين الأطراف السياسية. نعم، للحديث عن هذا الموضوع رحبنا بضيوفي الصحفي فادي عجاو، أهلا ومرحبا بك، وأيضا الدكتور غزال أبو رقية ناطق بلسان بلدية سخنين، أهلا ومرحبا بك. يعني واضح دائما ما تكون هناك تصفية حسابات بعد الانتخابات بسبب ارتباط الفرق الرياضية بميزانيات السلطات المحلية
ونشاهد أن هناك العديد من الإدارات دفعت ثمن وأيضا اختفت فرق رياضية عن خارطة الرياضية. أولا باعتقادي الشخصي أنه الوسط العربي لا يمكن أن نشمله بشكل كامل بهذه النظرية، بمعنى أنه ارتباط الفرق بالمجالس المحلية بسبب، يعني خليني أقول أكثر، أنه في المجالس المحلية العربية في القرى يمكن اللي فيها النمط العائلي أكثر، وأنت بتعرف 99% يمكن من الانتخابات في الوسط العربي هي عائلية، ربما يمكن يستثني بعض الأماكن، وبالتالي دائما يعني يكون الفريق يعني مرتبط بعائلة معينة، وبالتالي إذا هاي العائلة أخذت الرئاسة ما بتعطي ميزانيات للفريق، وإذا كان الرئيس يعني مرتبط بهذا الفريق فبالتالي بأخذ الميزانيات وبكون الإدارة مقربة. ما أود أن أقوله أنه هناك يمكن استثناء مثلا اتحاد أبناء السخنية على سبيل المثال. ليش؟ أنا فريق اتحاد أبناء السخنية أول شيء هو اليوم فريق عريق، بمعنى فريق هو مؤسسة وجمعية، فريق ثابت في دوري الدرجة العليا، وبالتالي مهما حتى لو تغير رئيس مثلا بلدية سخنية ما راح يأثر على الفريق، وبالتالي التأثيرات هاي يمكن نلاقيها مثلاً في المشهد في كفر كنا اللي هي قرى صغيرة اللي فيها منافسة بين عائلات كبيرة رح يتأثر. وإثبات حديثي هاي الفرق في بعض منها انمحى عن الخارطة الرياضية، يعني المشهد كان فيها فريق انمحى، الفريق أبو علي الريني إذا بتتذكر مكابرين أيضا انمحى، في كفر كنا الاستقطاب واضح تماما مكابي وأبو عيل. وبالتالي باعتقادي الشخصي الاختلاف إذا حكينا في الوسط العربي لما بيكون المنافسة عائلية تعصب عائلي يؤثر للأسف بشكل كبير. يعني تحدثت عن سخنين، يعني دكتور غزال، سخنين باتت واضحة المسألة حتى في المدرجات، هناك لربما تأثير الانتخابات وأيضا تبديل السلطة على المدرجات، هناك اختفاء أيضا للجماهير السخنينية عن الملعب، لربما الانتخابات بالفعل مؤثر. دعني بداية أن أهنئ كل إخوة رسائل المجالس والبلديات اللي فازوا واللي ما فازوا، يعني في حياة بعد طبيعة المناصب، ونأمل لهم كل خير وصحة وعافية وتحقيق الذات في أمور أخرى. بس أنا بدي أقول أربط الرياضة كمشروع حياة بلدي مجتمعي أنه يجب المحافظة عليه. في نفس الوقت أمر ثاني بدي أكده، أنه بعد هذه الانتخابات اللي رافقتها بتفاوت بين بلد وبلد، تشنج وأمور أكثر من تشنج، نحن اليوم بحاجة في قرانا وبيت القصيد أنه أكثر نشتغل على مناعة مجتمعنا، على وحدة مجتمعنا، على تماسك مجتمعنا، لأنه طلعنا شوي في تمزق هنا وهناك. بما يخص فريق اتحاد أبناء السخنية، أنا بدي أقول لك وكل المشاهدين، يعني عبر كل السنين في آخر 20 سنة ما كان يهم مين رئيس السلطة محلية، يعني اليوم الدكتور صفات أبو ريا كما أكد وصر عمليا بالنسبة له فريق اتحاد أبناء السخنين هو مصلحة جماعية وهو مشروع حياة بلدي ومجتمعي. بالنسبة لكن هل يتقبل الطرف الآخر هذا؟ نعم، أريد أن أقول أنه نحن نراهن على وعينا كلياتا، ولا أريد أن نعمم يعني كأنه هناك تأثير مباشر للأمور السياسية. على فكرة كمان يعني ما أقطع حديثك، ولكن في الناصر تقريبا نفس الفكرة موجودة، يعني كانت في فترة من الفترات كانت جبهة الناصري والمهندس رامي الجرايسي وتوفيق زياد واليوم علي سلام، نفس ما في تأثير على فريق إخاء الناصر حقيقة. يمكن هذون استثنائين. نعم عم فادي، دعني أقول أمر يعني وحقيقة لكل من بشاهدنا، اللي كان الأخ مازن غنايم صديقنا في اتحاد أبناء السخنين، وكانت الجبهة يعني مدة 10 سنوات في خدمة أهل سخنين وفي موقع الخدمة في سخنين، أذكر في زمن مصطفى أبو ريا رئيس البلدية، وفي زمن كمان يعني محمد بشير، إيش من عملش، رفعنا الفريق إلى نيوكاسل وإلى ألبانيا، حاولنا نعمل برامج عديدة صحفية في شبكة التلفزيون المحلي لتجديد أموال، في نفس الوقت يعني جندنا 150 باص في كأس الدولة، بمعنى وكمان مشروع قطر اللي هو بناء استاد في زمن الأخ أبو شادي. وأنا كمان براهن أنه يعني اليوم الفريق غالي على الأخ مازن، غالي على الدكتور صفوت، لكن كانت هناك ترسبات يعني في بدون أدنى شك أنه في ترسبات معينة، ولكن الوعي والتوعي هو الطريق عمليا للخروج من مآزق معينة، للخروج من وضع معين. أنا قلت أنه نحن نصارع عمليا على إعادة اللحمة في قرانا ومدن عربية، كمان في الناصري، كمان في كل قرانا ومدن العربية. وأنا بقول أخرجوا موضوع الرياضة اللي هو مشروع حياة تربوي ثقافي مدني صحي إنجاز جماعي، تعالوا نحافظ على الإنجاز الجماعي. لكن انتزجت يعني. لا صحيح، بس أنا اللي بيهمني اليوم ليش أنا
اختصيت وقلت في استثنائين يمكن أو ثلاثة الناصري سخنين وإلى آخره، ولكن المشكلة اللي بحكي عنها طبعا أدهم هي مشكلة أكثر في تقريبا في 90% من المجالس المحلية والكرة العربية اللي فيها نزاعات عائلية وتعصب، مشكلة حقيقية موجودة، وإحنا ممنوع كمان نضحك على حالنا وننكر الشيء. اللي بدي أقوله أنا مفضل بطبيعة الحال رؤساء الفرق أو رؤساء الإدارات طبعا يكونوا على الحياد، هذا أول شيء باعتقادي الشخصي، وهذا الطبيعي وهذا المنطق لازم يكون، لأنه الفريق المفروض يكون يتبع لبلد ولا يتبع لفئة معينة. وبالتالي المشكلة في عنا مشكلة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إنه الفريق في الأصل إذا مبني على أساس عائلي هاي مشكلة، يعني احنا مش بس كمان على المجلس، لما الفريق مبني على اساس عائلي مثلا بيتبع لعائله معينه ما عاد في عنده مشكله اساسيه. بس يا عم فادي دخلنا اتحاد ابناء سخنين كما قلت، لا انا ما بحكي على سخنين، نعم هو يتبع لجمعيه ضمن ثقافه الجمعيات وقرين الجمعيات، نعم. وضمن عمليا يعني الاداره الى اخره من الامور. وبدي اقول يعني كمان في سخنين يعني الاخ محمد ابي يونس والاخ خالد قسوم اللي احنا نحترم عملهن، عملهن يعني زي عمل النملي، بيعطوا من وقت مع باقي الاخوه في الاداره وليد غالي، حتى انا ما بعرف شو كل واحد أنتم استثنيتم الناصرة وسخنين. أنا يعني بحاول يعني أنقل الحوار إلى مكان إنه في عنا مشكلة أساسية، يعني أنا بعرف بالناصر يمكن أهون وبسخنين كمان أهون، فريق إخاء ناصر ما بتأثر، يعني كمان أبو ماهر كان برضو في الرياض أنت بتعرف، وحتى في زمن الجبهة وكل الأمور فما بتأثر الفريق حقيقة، ولكن أنا بعرف إنه بوسطنا العربي للأسف في عنا مشكلة أساسية، لما الفريق يعني كمان ما نعتبش كمان على المجلس، كمان في عنا المشكلة هي من الطرفين، الطرف الأول إنه لما بيكون المنتخب هو منتخب عائلي، ولما بيكون الفريق هو فريق عائلي. يعني طرفين يعني كمان. على سبيل المثال تحدثنا في هذا التقرير عن بلدة كفر كنا، يعني كفر كنا يعني هناك كان استقطاب عائلي لفريق مكابي وأيضا للعائلة الأخرى كان فريق هابوعيل، ولربما هذا يؤثر، يعني نتحدث عن قرية عربية هناك موارد اقتصادية ممتازة والفريق حتى الآن في الدرجات الدنيا بسبب هذه الوضعية. يعني بدل على فكرة مش بس بكفر كنا، وكان أم الفحم، يعني أم الفحم فيها عدد كبير، يعني كده 50,000 عدد سكان أم الفحم، هذه بلد كبيرة، لكن رغم ذلك لا تزال التعصب بالعائلي والحمائلي موجود، ولا تستطيع كرة القدم الفحمية تتقدم، يعني شيء غريب انه ام الفحم تستطيع باعتقادي بالجمهور الجبار اللي عندها بالامكانيات البوتنشال الامكانيات الكامله فيها ممكن يعملوا فريق في دوري الدرجه العليا، وبالتالي لازم الناس الكبار في البلد المسؤولين يحطوا مصلحه كرة القدم في ام الفحم على راس اولوياتهم. هل باعتقادكم بسبب الانتخابات وايضا السياسه والعائليه، يعني الوسط العربي حتى الان او المجتمع العربي في اسرائيل متاخر رياضيا يعني والفرق الرياضية ارتباطها في السلطة المحلية، لا يوجد هناك تقدم؟ نعم أنا بدي أقول أمر معين، إحنا كلياتنا من عائلات، وأنا يعني أجريت بحث وأبحاث عديدة حول دور الحمولي، ما عندناش مشكلة في دور الحمولي الاجتماعي ما عندناش، ولكن المشكلة عمليا من إحنا بنأطر عمليا وبنستثمر الحمولي لقضايا سياسية، هذه في عندنا مشكلة. وإحنا هنا يعني أذكر الدكتور سام مرعي ب78 أجرى بحث وقال إنه ما عندناش مشكلة مع الإشي الاجتماعي، ولكن من بصير آليات يعني وفي نفس الوقت تسييس الحمولي كإطار حزبي هذه مشكلة. أنا أذكر ب92 كنت في زيارة في المثلث عند صديقي لي ولا أذكر المدينة، وقال لي تعال يا أبو ريا تروح على هالمحل، وين رحنا ولا في عائلة معينة كبيرة في المثلث هناك يعني انتخابات تمهيدية، قلت يا الله هذه بتصير عملية مين؟ هاي بتصير في الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات تمهيدية وفي الأحزاب الكبيرة. فواضح أنه يعني إخوان وكل المشاهدين الوعي حول قضايانا الجماعية هي الأساس، وأنا بقول اليوم عملنا مش هوين رح أكون في كل قرانا ومدننا العربية، إحنا بدنا قوى يعني سحرية حتى نرمم ما إحنا أتلفناه وأتلف عمليا في قرانا. يعني وهذا بحاجة لجهد تربوي وتثقيفي وتوعوي لكل الأطر عمليا، وتكون الانتخابات يعني من ورانا. يعني اليوم مجتمع يجب أن يقوم عمليا على الأهداف الجماعية في مركز حياته. في نفس الوقت أنا بدي أقول إنه إحنا كمان مع المؤسسة الإسرائيلية في هذا مش كلام سياسي ولا حزبي، في عبر السنين تفتيت مجتمعنا ويويلنا أخ فادي أخي العزيز يعني إحنا بنفتت في المجتمع. الانتخابات الأخيرة يعني هي كانت انتخابات ساخنة التي كانت في الأسبوع الأخير في معظم القرى والمدن العربية، والواضح هذه المرة أن كان هناك أيضا تدخل للعديد من الإدارات في التأثير على رأي الناخب بسبب
قلة الموارد وايضا كانت هناك تصفية حسابات. في سخنين ما كان موجود في حتى سخنين. لا انا انتبهت في البداية الحديث على استثنية الناصر وسخنين. تماما سخنين يعني إدارة اتحاد ابناء سخنين ننصفها عمليا اللي كل جهودها مركزة لنجاح الفريق وبحاجة انه احنا من بلدية سخنين واهالي سخنين ومش بس هيك احنا كمان فريق سخنين فريق الجماهير العربية صحيح. احنا بنقول لشعبنا من النقب للمثلث الجليل احنا بحاجة لدعمكم وبعرف كمان يدعموا الفريق واحنا كمان مرة كيف تفسر غياب جمهور الفريق اتحاد ابناء سخنين من سخنين في المدرجات مشاهدة ان يعني نسمع دائما هناك نوع من الحسابات اطراف مع مازن اطراف تؤيد الإدارة يعني ربما لا ادري هذه حسابات سياسية لا ادري قد ايه كان تاثير لهذا الوضع ولكن بحاجة اليوم لخطة تسويقية حتى يرجع الجمهور من زمان يعني فريق اتحاد ابناء سخنين باعتقادي واحدة من الاخطاء الجسيمة لاتحاد ابناء سخنين اول ما طلع فريق اتحاد ابناء سخنين واخذ دوره البارز بعد 2003 هذا الفريق كان لازم يتم تسويقه بشكل افضل باعتقادي الشخصي انه اتحاد ابناء سخنين كان عنده فرصه هائله لتسويق نفسه اكثر في الوسط العربي يعني لما فريق اتحاد ابناء سخنين بيجي في بعض المباريات 2000 متفرج هم في مشكله حقيقيه مش بس على فكره عشان الانتخابات انا بحكي بشكل عام لازم يكون تسويق ولا مستغرب من الدوله احنا بنحكي على 20% من الجماهير العربيه بتتمثل مع الفريق الامر الاخر اللي كنت احكي عنه بشكل عام ليش الادارات بتحاول تتقرب او قد الادارات بيكون في لها اهتمام كبير في الانتخابات البلديه لانه المصدر المالي والتمويل فقط من للاسف فقط السلطه المحليه اصلا السلطه المحليه هي طبعا ليش اهميتها بالنسبه للوسط العربي عشان نستعرف يعني مش بس رياضيا اليوم السلطه المحليه هي اكبر مشغل في الوسط العربي مش بس هيك السلطه المحليه اليوم هي اللي بتعطي مصاري للثقافي بتعطي مصاري للفرق للمجتمع فبالتالي تاثيرها ودورها مركزي بشكل لا يصدق على فكره انا دائما بقول اذا بتنتبه حجم المشاركه في الوسط العربي مش بس عشانها حمائليه مع انه جزء منها بالضبط ومش مواطن فعال بالضبط ولكن المشاركه في الانتخابات وحجمها عالي جدا في الوسط العربي تصل يعني مثلا في الناصر يوم وصل 80 في مناطق تصل 90 95 في حين في الوسط اليهودي 30 و35% ليه لانه بالنسبه للمواطن اليهودي في الوسط اليهودي مش مهم كثير يكون عنده رئيس كذا ورئيس كذا باعتبار انه الدوله في لها اليات معينه ممكن يصلها احنا مش ممكن يصل هاي الاليات اللافت ايضا للنظر يعني تحدثنا في التقرير ولاول مره يعني لربما استثني السيد علي سلام سمعته تحدث عن بناء وانشاء ملعب في استاد جديد في الناصره بما كلمه انا هذا الموضوع نعم ولكن اغلب غالبيه يعني الشعارات الانتخابيه لم تتطرق للرياضه عارف ليش لانه اسمح لي بسقط عن حديثك لانه للاسف الرياضه ليست على سلم اولوياتنا هي حقيقه انه الدعايه هاي انه الرياضه ليست على سلم اولوياتنا باعتبار انه احنا مجتمع موجود في ضائقه حقيقيه ان كانت ضائقه هويه ضائقه ماديه احنا موجودين اليوم واحد بدور كيف يكمل شهر وهي حقيقه اكثر من 70% مواطنين العرب اليوم يعني تقول رياضه مش موجوده على سلم اولوياته رئيس البلديه او رئيس المجلس اليوم بيبحث على انه كيف يساعد المواطن بشكل عام في امور حياتيه اساسيه قبل الرياضه نعم يعني في أم الفحم على سبيل المثال نتحدث يعني كانت هناك مباراة قبل أسبوعين وجميع المرشحين كانوا في الملعب يعني في لمشاهدة المباراة والجمهور هتف بشكل واضح نريد دعم البلدية من كل المرشحين نتحدث عن بلد التي هي تعشق كرة القدم أستاذ بدي أقول أنه تسييس الرياضة موجود على مستوى عالمي إذا أخذنا برشلونة أو ريال مدريد الانتماءات القومية طريد السياسي نعم طريد يعني السياسي بيطار القدس واضح له انتمائه يعني وزراء كانوا في المجتمع اليهودي مع بعيل تل أفيف أو مع ابن يهودا صورة ابن يهودا للمجتمع المسحوق واضح أنه كمان يعني على الصعيد الفردي خلينا نقول الأحزاب والحركات هو رافع يعني التعاون مع الرياضة أنا وأنا بقعد في مدرج القدس بشوف يعني أنه أعضاء كنيسة ووزراء يعني أكثر من اجتماع حكومي صحيح. بقول يعني يمكن لو عمل السيد نتنياهو اجتماع حكومي بجوش عملية كلية على الاجتماع هذا ليه لأنه هي فرصة لتسويق ذات على مستوى كما مرة يعني إحنا مجتمعنا أنا بقول أنه بعود وأقول أنه قضية أهدافنا الجماعية تكون في مركزها وأنا بدي أتفق مع الأخ فادي أنا أجريت بحث مع أسعد غانم ب92 أنه ليش العرب بيهتموا في الانتخابات وكلاته مشحون تعرف كيف احنا الشاحن يعني للجهاز يعني الكل مشحون قبل الانتخابات يا اخوان الرئيس او المرشح بيجيب 4000 واحد بس اقول لكم من تجربه بعد الانتخابات بالكاد يجيب عشرات ليه بعد الشحن ما انتهى احنا بحاجه انه نطور المجتمع المدني احنا بحاجه انه نطور كمان مره يعني موضوع اهدافنا الجماعيه ما نفتت انفسنا وهذا عمل تربوي عمل مدني يعني عمل اجتماعي يمكن انا شوي في بعض الناس بيختلفوا معي لكن خليني اكون شجاع واقول فيه
باعتقادي يجب أن نضع المواطن العربي في المركز، وهي مشكلتنا الأساسية. نحن طبعا تطرقنا كثيرا إلى الأمور الوطنية وللقضية الفلسطينية اللي هي جزء من هويتنا ومهم كثير ندافع عنها ولازم ندافع عنها ولازم يكون، ولكن لا يجب أن يكون الدفاع عن إخوتنا والقضية الفلسطينية على حساب المواطن. هاي مشكلة المواطن. المواطن اليوم أعطى وقال يا جماعة أنتوا حطوا وين أنا نسيتوني. المواطن كمان برضو وطنية أنك تعمل له مدرسة، والوطنية أنك تعمل له بلدية. المواطن كل هذه الأمور. يعني منسجم معك في عدة مواقف طبيعي. ولكن احنا اليوم يعني رسالتنا لاهلنا الا نتبنى الاعلام العبري اللي بيحرض على اعضاء الكنيسة. شو بيقول؟ يعني انه انت ملتهيين في الضفه الغربيه وكذا كذا. لا، اعضاء الكنيسة العرب مفهوم، ولكن لما انت تقع بالفخ هن منشغلين في القضايا اليوميه، في قضايا مناطق النفوذ وفي قضايا التربيه والتعليم، ولكن الاعلام العبري ما بيصور هاي، هو اللي يحرض. واحنا احيانا نشتري عمليا ونتبنى ما يقول الاعلام العبري. انت معي، انت معي، بس انا جزء من الشعب. حلو نناقش الموضوع هذا، جزء من الشعب. انت معي انه حلو فادي. لا لا انا معك، ما انا ناقش الموضوع، ولكن انت معي في قضيه انه لا يمكن دائما احنا نحط المشكله على المواطن العربي. بمعنى اذا فشلت اعضاء الكنيسة المواطنين العرب ما تروحوش صوتوا. اذا صار لا انا بقى بحكي بمنطق، ما قلت انك قلت، بس انا قاعد بحكي اذا كمان اعضاء الكنيسة العرب لازم يشوفوا ويفتشوا وين الخطا. بالفعل احنا نقول بس تحدثتم إنه... اذا تحدثتم عن يعني دور القيادات وايضا تحدثت عن رافعه، ربما ناخذ ايضا القسم الثاني. يعني كان هناك نجاحات لقيادات ورؤساء بسبب مواقفهم الرياضيه وتواجدهم في المدرجات. يعني علي سلام طبعا. كان حاضنا لفريق مكابي اخي الناصره كل الفتره. السيد مازن غنايم يعني ولد من رحم اتحاد ابناء سخنين ووصل الى، وايضا احمد الطيب الذي يتواجد في مدرجات. يعني كيف ممكن للرياضه ايضا ان تؤثر على ولاده نجوم وايضا قيادات؟ طبعا بدون ادنى شك انه يعني في اللي بيبرز عمليا على الساحه المجتمعيه اللي بوضع الرياضه. الرياضه في لها قطاع كبير من الشباب، الشباب يتماثلوا مع الرياضه، وهذا بينعكس على اللي بيقب راس الهرم عمليا. وهذا شيء موجود مش بس هون يعني في عنا في البلاد، انما كمان في دول العالم. انا بعرف قيادات اوروبيه اللي يعني من خلال مركزهم في اوروبا وصلوا ل يعني مراكز عمليا رئاسيه، وكمان في البرلمان والى اخره. مع انه بالعكس، بس كمان مره انا بدي ارجع اقول يعني لا من السياسه للرياضه يجب ان يعني كل فرد مننا بيعطي بحياته، الحرفي في مكانه والمعلم في مكانه والفلاح في مكانه. الأساس أنه إحنا نثبت ولاءنا للبلد ولا نثبت ولاءنا للفرد. صحيح. وهذه يعني خطورة جدا. أنا أقولها بشكل تعميمي طبعًا. أنا يمكن أقول غزالة بوريا اشتغلت 40 سنة وأنا عملت كذا. هذا واجب، يعني هذا واجب من خلال كل واحد موقعه، الانتماء للبلد والولاء للبلد وليس ولاء لأفراد. ويعني برجع لقضية الرياضة، ممنوع يكون يعني الأهداف الجماعية حالة مزاجية. صحيح. على الرباحة يعني. صحيح. على الرباحة، بتعرفوا المثل الشعبي يعني على الرباحة وانت بتوفي معي كذا. صحيح. استراتيجية التعاون وعمليا والأهداف الجماعية والمصالح الجماعية يجب أن تكون أولا، ونحن نخدم مجتمعنا ولا نخدم أفراد. لا يوجد تمجيد لأفراد أيا كان يعني طبعا. اليوم في أولا بصراحة رئيس كندا طلع عليه. صحيح. اللي بتشوفه بالإعلام. صحيح. يعني شباب وبيطلع وبتعرف يعني حتى زار إحنا ورئيس يعني زار المساحة الإسلامية. خلينا نصل للمرحلة اللي قبل رئيس كندا. لا تمجيد الأفراد. لا يوجد عهد عمليا للأفراد. هذا الكنيسة واجبه يخدم، رئيس البلدية واجبه يخدم، وإذا رئيس البلدية بيخلص من عمله لازم يقول الحمد لله أشكر بلدي بعد 5 سنوات بعد 2 سنين بعد 20 سنة، ومش المجتمع بامتحان. أيوة كانوا صوت له ولا هذه مفاهيم بالزبط. لازم نعيد. هاي هي المشكلة. إحنا أنا حكيت طرقت لهذا الموضوع وقلت إحنا لما بصير في عنا فشل نتهم المصوت، نتهم المجتمع. لا يا جماعة، إحنا ما نتهم المجتمع. على فكرة اللي حكيته بما إنه يعني بالإطار هذا، أولا يجب علينا إيجاد حلول. يعني احنا ما بكفي انه نحكي كلام انشاء. انا انسان عملي وبحب اكون عملي، وبطلب من الانسان اللي انا بدي اصوت له يكون عملي، لانه كلام الانشاء اللي قاعدين نسمعه لفترات ل40 سنه خلص بعد يعني طبيعي مش طبيعي. بدنا اشياء عمليه. بمعنى اليوم تيجي تقول للمواطن انا بدي اساوي وبدي اعمل لك 1 2 3 4 خلص انتهى. لانه اليوم احنا بنحكي على جيل اللي هو جيل واعي، جيل فهمان لا شك في ذلك. على فكره انا لاحظت في اخر 5 سنوات يعني انه المواطن العربي تغير. انت في اخر 5 سنوات، وانا بعرف شو بحكي، المواطن العربي في اخر 5 سنوات سلوكياته صار يتواصل اجتماعي ايضا ساعدت. اليوم انت بتقدرش تيجي على انتخابات تقول انا ضد فلان ضد فلان ضد فلان. لا، اليوم صار المواطن العربي انت حتى من 16 سنه بقول لك طب شو حكى شو برنامجه. يعني هذا شيء مهم لضيق الوقت. هناك سؤال، يعني هل يجب ان يكون هناك شخصيه
رياضية أو على الأقل لها تأثير على الرياضة في تركيبة القائمة المشتركة؟ ما أعتقدش، مش شرط. مش شرط. مش نعم. يعني انت اليوم بدك تغير، اعطيك مثال، ابو ماهر ما كانش يعني لاعب كره قدم يعني، بما انه ولكن كان له دور حلو بس ما كانش لاعب كره قدم. احنا وياه بالاعلام، بس هو لما بدا ما قالوا له، ما قالوا له انت بالرياضه مش بالرياضه، فهمت شو الفكره تبعتي؟ ولكن كان دعم هناك كبير من جمهور فريق مكابي خان ناصر. يعني انا ما بدي احكي عن ناصر، يعني ما بحب الحوار يكون بس ناصري وكذا. نعم. بالعكس، احنا جايين نحكي عن المجتمع العربي. اللي بدي احكي، احنا اليوم كاي مجلس، اي رئيس مجلس، اي رئيس بلديه يجي يحط خطه للبلد بشكل عام، خطة شمولية، بمعنى انه انا اليوم بالرياضة عندي 3-4 اهداف بدي اسويهم بغض النظر عن فلان وعلى انتان وكذا. الشخصيات ولا مرة بيتكرر، احنا بنساوي خطة لبلد. فبالتالي ان كان في ناصري، في سخنين، في كفركنة، في طرعان، في كذا، انا بدي اول اشي، اول هدف، وهي اسا بحكي قدام الناس، رجاء لكل المدن والكرة العربية، يجب ان يكون فريق واحد موحد للبلد، ما له علاقة لا بعائلة ولا بفلان، يكون هدف استراتيجي انه تصعيده درجة. اتحاد ابناء سخنين يترجم ما قلت طبيعي. على المستوى السلوكي والتصريحي، اتحاد ابناء سخنين انا بقول لاهلنا اللي بيسمعونا في كل الاماكن والمجتمع العربي وفي كل العالم اللي لاحقوا وتابعوا، حتى بشعبنا الفلسطيني، كان يعني اخر مره كنا نعم. ابو عمار يعني لضيق الوقت انتهى، نعم سلموا لي على الفريق نعم. مع القدس يعني نعم. بمعنى اهميه الفريق طبعا. نعم. احنا يعني الحديث نعم. اذا لضيق الوقت، السيد دكتور غزال ابو ريا وايضا فادي عجاوي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقائي بكم في حلقة مجددة. إلى اللقاء.